بعد أشهر من النزوح والتشرد، بدأت بعض الأسر الليبية في العودة تدريجيا إلى منازلها في مدينة سرت الساحلية التي استعادت القوات الليبية المسلحة البعض من أجزائها من تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية. المعارك في سرت لم تنتهي بعد، وتحاول القوات المتحالفة تأمين مداخل ومخارج المدينة لقطع الطريق أمام مقاتلي التنظيم. إحنا مهمتنا طبعا حماية الطريق الساحلي وتأمين الطريق الساحلي من مصراتة حتى سرت، تأمين العائلات المرجعة في المناطق المحررة، والتفتيش على البنزين. في بعض الأشخاص ناقلين كمية كبيرة من البنزين، نفتش عليهم ونحجزوا فيها منهم خوفا من التسرب إلى الدواعش. الحرب الدائرة في سرت ضاعفت من سوء الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها سكان المدينة، سواء النازحين أو المقيمين، على خلفية نزوح حوالي 90,000 نسمة من سكان المدينة منذ سيطرة تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية على المدينة في يوليو حزيران 2015، ما يجعل عودة الحياة لطبيعتها رهن التطورات الأمنية والاستقرار السياسي.